بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. رؤية الله عز وجل، وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. إنكار الجهمية رؤية العباد لربهم، وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه الأبيات التي سمعنا من منظومة أبي بكر ابن أبي داود السجستاني في مسائل العقيدة، ذكر فيها ما يتعلق برؤية الله عز وجل يوم القيامة. كان قد ذكر مسألة الكلام لله عز وجل، ثم ذكر مما ينكره الجهمية ومن تأثر بهم من أهل البدع مسألة رؤية الله عز وجل يوم القيامة. ورؤية الله عز وجل يوم القيامة من أعظم النعيم الذي يفرح به المؤمنون. ولهذا في تعليق الشيخ صالح الفوزان وفقه الله على هذه الأبيات قال: هذه مسألة رؤية الله جل وعلا. ثم ذكر الفرق الذين لا يؤمنون بهذه الرؤية، فقال: الجهمية والمعتزلة كلهم ينفون الرؤية ويقولون إن الله لا يرى، لأن الرؤية للأجسام، ويقولون الله غير جسم فهو لا يرى، فينفون الرؤية بتاتا في الدنيا وفي الآخرة. وموضوع الجسم الذي يذكرونه، فإن هذا العبارة من الألفاظ التي لم ترد لا نفيا ولا إثباتا، فلا يطلق على الله عز وجل بأنه جسم، ولا ينفى عنه أنه ليس بجسم، وإنما يستوضح من مراد القائل بهذا. فإن كان يريد بالجسم الذي يرى، إن الله يرى، وإن كان يريد بالجسم الذي يشار إليه، فإن الله سبحانه وتعالى يشار إليه، كما أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إليه سبحانه في حجة الوداع، وقال: إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. فلما شهدوا له بالبلاغ رفع يده إلى السماء وقال: اللهم اشهد، يرفع يده وينزلها على أهل الموقف في عرفة. فلذلك ولا يثبت الجسم، لأن بعض الناس يعرف الجسم بأنه المتركب من أبعاض ونحو ذلك. ولذلك هذه العبارات المشكلة والعبارات المجملة
لا تطلق على الله عز وجل لا نفياً ولا إثباتاً، وحتى لو أراد معناً صحيحاً فلا نطلق العبارة المجملة، وإنما نأتي بعبارات الوحي التي ثبتت في الكتاب أو في السنة. وذكر أن بضد هؤلاء قوم يقولون إن الله يرى في الدنيا والآخرة، وهذا منقول عن بعض الصوفية. إذن الجهمية والمعتزلة يقولون عن الله أنه لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، والسبب في ذلك أنهم يرون أن الرؤية لا تكون إلا لجسم، وهم ينفون الجسمية عن الله، فبالتالي يؤولون كل ما ورد في هذا. وأما الصوفية أو بعض الصوفية فإنهم يقولون يرى الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة، وهذا أيضا قول باطل، فإن الله في الدنيا لا يرى، وهذا هو القول الثالث وهو قول الحق، فإنه في الآخرة يراه أهل الجنة، كما تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن أبي العز في شرحه للطحاوية: وقد روى أحاديث الرؤية نحو 30 صحابياً، ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها. إذن هي متواترة، لكن أهل البدع وإن تواتر النص فإنهم لا يؤمنون بدلالته، ويقولون الدلالة ظنية كما مر معنا، ولهذا حتى مع هذا التواتر لا يسلمون بالرؤية في الآخرة. وأما في الدنيا فإنه لا يرى، لأن الناس لا يطيقون رؤيته سبحانه في الدنيا. ولما طلب موسى عليه السلام رؤية الله سبحانه في الدنيا قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. ولهذا الجبل الصلب صار ترابا من عظمة الله عز وجل، فكيف يطيق الآدمي رؤية الله عز وجل؟ هذا في الدنيا. أما في الآخرة فإن الله يعطي أهل الجنة قوة يستطيعون بها أن يروا ربهم عز وجل إكراما لهم، لما آمنوا به في الدنيا ولم يروه أكرمهم الله فتجلى لهم في الجنة ليتلذذوا برؤيته، كما دل على ذلك القرآن والسنة المتواترة. وأما الكفار فلما لم يؤمنوا به في الدنيا حجبهم الله عن رؤيته يوم القيامة، قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا كان الكفار محجوبين عن رؤيته فهذا يفهم منه أن المؤمنين لا يحجبون عن رؤية ربهم، وإلا كان الكفار والمؤمنون سواء في الآخرة، والله فرق بينهم وأكرم المؤمنين بأنه يتجلى لهم، أي يظهر لهم سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله، فيرونه عيانا بأبصارهم، لا يضامون في رؤيته ولا يتضامون، يعني لا يلحقهم ضيم ولا يجتمعون مع بعضهم لرؤيته، لأنه في جهة العلو فكل ينظر إليه في مكانه، فهم لا يتزاحمون لرؤيته. وقد جاء من الأحاديث ما رواه الإمام مسلم في صحيحه في تفسير قول الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى. وكما قال تعالى: لهم ما يشاءون ولدينا مزيد،
لهم ما يشاءون في الجنة ولدينا مزيد، وهو رؤية الله جل وعلا. وكما في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى، من النظرة وهي البهجة، إلى ربها ناظرة، أي بأبصارها، لأن النظر إذا عدي بإلى فمعناه المعاينة بالبصر، وإذا عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار، ينظرون في معناه التوقف والانتظار. وإذا عدي بفي كما في قوله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، فمعناه التفكر والاعتبار. انتبهوا لهذه الثلاثة الدلالات فهي مفيدة. إن عدي بنفسه فمعناه الانتظار، وإن عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار، وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار. والآية التي معنا معداه بإلى، إلى ربها ناظرة، فهذه معاينة بالأبصار. مما يستدل به الجهمية وغيرهم يستدلون ولا دليل لهم فيها، يستدلون بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وليس في هذا دلالة لما ذهبوا إليه، فإن الإدراك غير الرؤية، الإدراك هو الإحاطة، شيء زائد على الرؤية. ولهذا يقول الشيخ هنا: أنت ترى الشمس وتبصرها ولكن لا تدركها، يعني لا تحيط بها، فلا تحيط بالمرء من كل جانب وإنما تراه. فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة ولكن لا يدركونه، أي لا يدركون عظمته جل وعلا، ولا يحيطون به علما. وأنت ترى الشمس ولكن لا تحيط بجرمها وحدودها، وهذا في المخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ وكذلك احتجوا بقول الله عز وجل لموسى: لن تراني، فقالوا هذا يدل على أنه لن يراه لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا الاستدلال أيضا ليس صحيحا، وإنما لن تراني المعنى لن تراني في الدنيا، بدليل أن الرؤية ثبتت في الآخرة، فدل على أن المنفي أنك لن تراني في الدنيا، وأما في الآخرة فإنه سوف يراه مع المؤمنين. وأيضا ذكر عن أهل اللغة أنهم يقولون إن كلمة لن ليست للنفي المؤبد، المعتزلة يقولون أنها للنفي المؤبد، لكن هذا غير صحيح، فقولهم هذا مخالف لقول أهل اللغة. وأما قول الناظم: كما البدر لا يخفى، فهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ليلة البدر. وليلة البدر هي الخامس عشر أو الرابع عشر، وهي ليالي الإبدار وفيها تمام القمر، لأن القمر يهل أول الشهر ضعيفا ثم يزيد إلى أن يتكامل في ليالي الإبدار، ثم يأخذ في النقص إلى أن يصير هلالا. قال تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فأوضح ما يكون القمر هو في الليالي التي يكون فيها بدرا، ومعنى ذلك أن المسلمين يرون ربهم يوم القيامة رؤية في غاية الوضوح، كما يرون القمر ليلة الإبدار. ثم قال الناظم: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح.
وهذا البيت فيه رد على النصارى، وفيه رد على اليهود، وفيه رد على المشركين، وهذا المعنى الذي أشار إليه الناظم جاء في قول الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولهذا سميت هذه السورة بسورة الإخلاص، لأنها خلصت بالتوحيد. ويدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن هذه السورة بأنها تعدل ثلث القرآن، لأن القرآن إما توحيد وهو الإخبار عن الله وعبادته والنهي عن الشرك به، وإما أوامر ونواهي وهي الحلال والحرام والأحكام الشرعية، وأما أخبار عن الرسل والأمم والماضي والمستقبل والجنة والنار فهو ثلاثة أقسام. فالقسم الأول من هذه الأقسام هو الذي دلت عليه هذه السورة العظيمة، سورة الإخلاص، ولذلك صارت تعدل ثلث القرآن في الفضل، لأنها خلصت بتوحيد الله عز وجل. وفي الحديث: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ يعني من ضاق عليه الوقت ولم يستطع أن يقرأ ورده فلا يعجز أن يقرأ قل هو الله أحد، وهي تعدل ثلث القرآن في الفضل. وهذه السورة فيها نفي وإثبات، نفي النقائص عن الله عز وجل وإثبات الكمالات له جل وعلا. فقل هو الله أحد هذا إثبات، الله الصمد هذا إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هذا نفي، فنفى عنه النقائص وأثبت له الكمال. ومعنى قوله الله أحد يعني واحد لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته، فهو واحد في أنواع التوحيد الثلاثة. وقوله الصمد الذي تصمد له الخلائق وتطلب منه حوائجها. وقيل أيضا بالصمد أنه السيد، وقيل أنه الذي لا جوف له، لكن هذا أظهر التفاسير أنه الذي تصمد له الخلائق وتطلب منه حوائجها. وأما قوله لم يلد يعني ليس له ولد، فهو سبحانه منزه عن الولد، وهذا رد على الذين أثبتوا لله الولد وهم النصارى، حيث قالوا المسيح ابن الله، ورد على اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، ورد على المشركين الذين قالوا الملائكة بنات الله، فجعلوا لله البنات وهم يكرهونهن. قال تعالى: ويجعلون لله ما يكرهون، فهم يكرهون البنات فكيف يجعلونها لله جل وعلا. قال سبحانه: وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. وقال: أم له البنات ولكم البنون، أي تجعلون له البنات وأنتم تكرهون البنات، ولكم البنون وتختصون بالبنين الذين تحبونهم. وقال سبحانه وتعالى: ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. وقال سبحانه: وجعلوا له من عباده جزءا، لأن الولد جزء من الوالد، فهم شبهوا الله جل وعلا بالمخلوقين وجعلوا له الولد وهو منزه عن ذلك. ثم قال عز وجل: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فإن المرأة تنشأ في الحلية لأنها تحتاج إلى حلي فهي ناقصة، وهو في الخصام غير مبين، عندما تحصل خصومة ومناقشة تضعف المرأة
فلا تستطيع أن تخاصم عن نفسها، ولذلك في الغالب توكل من يخاصم عنها. قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا يقولون إنهم بنات الله أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فالمشركون وصفوا الله بأن له البنات، والنصارى وصفوا الله بأن له ولد وهو المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وهو عبد الله ورسوله. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. فعيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وليس هو ابن لله عز وجل. فالله سبحانه لم يلد ولم يولد، لا بداية له سبحانه وتعالى، كما أنه لا نهاية له. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذه صفات الله جل وعلا، فهو أول بلا بداية، دائم بلا نهاية سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: ولم يولد، هذا نفي للشريك والشبيه، لأن الولد شبيه لوالده وشريك له، وأيضا الولد إنما يكون للحاجة، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، فهو غني سبحانه وتعالى عن الولد. أما أنتم فأنتم بحاجة للولد، فالإنسان الذي ليس له ولد يكون عنده عجز وضعف، وهو بحاجة إلى الأولاد ليساعدوه. وقوله تعالى: لم يلد، هذا نفي للبداية. وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، الكفو معناها الشبيه والمثيل لله عز وجل، والله ليس له شبيه ولا مثيل، أي لا أحد يكافئه سبحانه أو يساويه أو يشابهه أو يماثله أبدا. قال تعالى: ليس كمثله شيء، فهذا نفي للمثيل والشبيه والنظير. وقال تعالى: هل تعلم له سميا، وهذا معنى قول الناظم: وليس بمولود وليس بوالدي. وأما قول الناظم: وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. وقد ينكر الجهمي، لا هو ينكر قطعا، يعني أي جهمي فهو ينكر هذا، فهذه قد ليست التي للتقليل، وإنما هي قد التي للتحقيق، فإن قد تأتي للتقليل وتأتي للتحقيق، فهو هنا جاء بالعبارة لكن هي للتحقيق، فإن الجهمية جميعا ينكرون رؤية الله عز وجل. وأما قوله: رواه جرير عن مقال محمد، فهو جاء بأشهر الأحاديث، وإلا الأحاديث كثيرة، يعني حديث جرير هو من أشهر الأحاديث، وإلا فإن الأحاديث متواترة كما سمعتم. مذهب الجهمية في يد الله عز وجل، وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، وكلتا يديه بالفواضل تنفح. يعني هو تكلم في هذا البيت عن صفة اليدين لله عز وجل، وهي ثابتة لله عز وجل بنص القرآن وبنص السنة، ففي ذلك أدلة كثيرة. ولهذا علق الشيخ هنا وذكر مجموعة من الأدلة على ذلك، ومنها قوله سبحانه وتعالى: والسماوات مطويات بيمينه،
يعني يوم القيامة، فإن الله سبحانه وتعالى يطوي السماوات بيمينه، فدل على أن له يمين، ودل على اليدين بصفة التثنية. قول الله عز وجل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فهذا دلالة على أن له يدان سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث الصحيح: يد الله ملأى سحاء الليل والنهار، وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة التي فيها إثبات اليدين وفيها إثبات اليد لله عز وجل، ونحن نؤمن بها على معناها المعروف. وهذا المعروف لنا ليس فيه تمثيل ولا تشبيه، المعروف لنا في لغة العرب عن اليد والعين وغيرها من الصفات ليس فيه تمثيل ولا تشبيه، وإنما فيه المعنى العام، وذلك لأننا نرى أن في مخلوقات الله عز وجل توجد أسماء لا يشابه بعضها بعضا، فأنت ترى مثلا أن للجرادة عين، وترى أن للجمل عين وللفرس عين، فهل إذا قارنت بينها عين الجمل وعين الفرس مثل عين الجرادة أم هي تختلف؟ فإذا كان هذا الاختلاف في مخلوقات الله عز وجل فهو بين الخالق والمخلوق أعظم، ولذلك إثبات المعنى الظاهر هذا هو الحق، لأنك كيف تفهم ذلك؟ إثبات المعنى هو المراد من تدبر القرآن وسماع، لكن المنفي هو التشبيه، أن هذا يماثل هذا. نعم، هذا هو المنفي عن الله عز وجل. ولذلك ضرب شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض كتبه ما جاء في الجنة والنار من الأسماء، فالجنة جاء فيها أن فيها عسل وفيها لبن وفيها أشياء كثيرة، وجاء عن الصحابة أنه ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، والمراد الأسماء بمعانيها العامة، لأن لبن الآخرة ليس مثل لبن الدنيا، وفاكهة الآخرة ليس ففيه المعنى العام، ولولا وجود الاختلاف في الألفاظ وفي المعاني لما كررت هذه الصفات. فالعبد يؤمن بما جاء في ظاهر القرآن من الأسماء والصفات، وهذا الظاهر ليس فيه تشبيه ولا تمثيل البتة، لوجود الاختلاف في المخلوقات فضلا عن بين الخالق والمخلوق. ولذلك وأما أهل البدع فإنهم لا يؤمنون بهذا الظاهر إطلاقا، وكأن الله سبحانه وتعالى خاطبنا بألفاظ لا نعرف معناها ولا فائدة من التدبر فيها ونحو ذلك، وهذا لا شك أنه قول باطل. ولهذا قال الشيخ هنا: فنحن نثبتهما على معناهما الحقيقي. وقول بمعناها الحقيقي يعني المعنى الظاهر، ليس المراد على التشبيه على أيدي المخلوقين. قال: نحن نثبتهما على معناهما الحقيقي وننفي عنهما التمثيل والتشبيه، فلا يشبهان يد المخلوق. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة تمشياً على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، شانهم في ذلك شانهم في بقية الأسماء والصفات عز وجل. أما أهل التعطيل الذين ينفون اليدين عن الله عز وجل كما ينفون عنه سائر الصفات، فإنهم يؤولون اليد بمعنى القدرة أو بمعنى النعمة، يعني لا يثبتون يداً حقيقية، ويقولون ما جاء من نصوص في اليد فالمراد به بمعنى القدرة أو أنه بمعنى النعمة. فيقال لهم:
الله عز وجل ذكر اليدين بلفظ التثنية، خلقت بيدي، فهل المراد خلقت بقدرتي؟ وهل الله عز وجل له قدرتان أو قدرة واحدة؟ فدل على أن هذا التأويل الذي قالوا به لا تحتمله اللغة، ولم يفهم السلف الصالح هذا الكلام البتة، ولم يقل أحد من السلف الصالح عن المراد باليد أنها القدرة أو النعمة. ولا يصح أن يقال لما خلقت بيدي أن يقال معناه بقدرتي، فما قال هذا أحد من المفسرين البتة. وأما تأويلهما بالنعمة فكأن تقول لك يد عندي، قالوا هذا مستعمل عند العرب، تقول لك يد عندي يعني لك معروف سابق، لكنها كيف تأتي في الخلق؟ فأنت لما تقول لما خلقت بيدي يعني خلقت بنعمتي، هذا لا يسوغ في المعنى البتة. فدل على أن هذا التأويل تأويل باطل، وهو تحريف لكلام الله عز وجل. ثم حجة أخرى، وهو أنه لو كان آدم مخلوق بقدرة الله وليس مخلوق بيدي الله فإنه لا فرق بينه وبين بقية الخلق، فإن جميع الخلق خلقوا بقدرة الله عز وجل، مع أن هذا الخلق مزية، ولهذا يذكره الناس يوم المحشر لما يذهبون إلى آدم يطلبون منه الشفاعة، يذكرون له هذه المزية أن الله خلقه بيديه. قال وأما الممثلة، لأن وجد طائفة منحرفة يقولون ما جاء في القرآن من أسماء وصفات فهي شبيهة لما عندنا، فيقول يده كيدي وبصره كبصري وقدمه كقدمي، وهذا لا شك أنه باطل ومردود بكلام الله عز وجل، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، وهل تعلم له سميا، وقول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، والند هو الشبيه والمثيل. فنهى أن نجعل لله أشباها وأمثالا من خلقه سبحانه وتعالى. وأما قول الله عز وجل والسماوات مطويات بيمينه، فهذا إثبات صفة اليمين لله عز وجل، وكلتا يدي ربنا يمين، لأنه وإن كان جاء اليد الأخرى أو الشمال فإن المخلوق شماله فيها نقص، اليمين أفضل من الشمال، وهذا ولذلك جاء النفي أن يكون في يدي الله سبحانه وتعالى نقص، قال وكلتا يديه يمين، فهي شمال بمعنى اليمين، وذلك تنزيها ليده عز وجل من التنقص، لأنه إذا سمع السامع إثبات الشمال لله فربما يقع في نفسه أنها مثل شمال المخلوق، لأن يد المخلوق الشمال ليست مثل اليمين بل أنقص، والشمال كما هو معلوم لإزالة الأذى والتنظيف، وأما اليمين فهي لما يستطاب والأخذ والإعطاء والأكل والشرب وغير ذلك. فإذا سمع السامع إثبات الشمال لله ربما يقع في نفسه أنها أنقص من اليمين كما في المخلوق، فجاء الحديث هذا لنفي هذا التوهم، وكلتا يديه يمين يعني لا نقص فيها، ولهذا لم قال الناظم وكلتا يديه يمين، وقال بالفواضل تنفح أو تنفح، والمراد بالفضائل بالعطاء والنعم، يعني يعطي بها الله سبحانه وتعالى ويمد بها الخلق، فهي تنفح، فهي من مد الله وعطاء الله سبحانه وتعالى، كما في الحديث يده ملأى سحاء الليل والنهار، ألم تروا ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه منذ أن خلق السماوات والأرض، فإنه لم
يغض ما في يمينه، وهذا حديث صحيح. يده ملأى سحا سحا الليل والنهار، ألم تروا ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه. فهو جل وعلا يعطي العطاء الذي لا حد له ولا نهاية، يعطيه بيده الكريمة لعباده. وهذا يدل أيضا على قدم خلق السماوات والأرض، يعني يدل هذا الحديث على قدم خلق السماوات والأرض، فهي تنفح يعني مستمرة في العطاء الذي لا ينقطع من الله سبحانه وتعالى. واليهود قبحهم الله لما وصفوا الله جل وعلا بالبخل، وقالوا يد الله مغلولة، فقال الله سبحانه وتعالى غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. وهذا ذكر اليدين بالتثنية يدل على أن له يدان سبحانه وتعالى، يعطي بهم يعني به بالجود والعطاء والكرم. مسألة نزول الله عز وجل. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، إلى طبق الدنيا يمن بفضله، فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. وهذه صفة النزول لله عز وجل أيضا من الصفات العظيمة، وصفات الله العظيمة وأسماءه كثيرة، لكن المؤلف هنا صار يختار التي جاء فيها الانحراف عند الجهمية والمعتزلة وغيرهم، ليبين أن أهل السنة والجماعة يخالفونهم في هذا المعتقد الباطل. ونزول الله عز وجل هو من الصفات الفعلية، ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا. وذكر النزول عن الله عز وجل في ثلث الليل الأخير وفي عشية يوم عرفة، في ثلث الليل الأخير وفي عشية يوم عرفة. وهذا النزول لا نكيفه، لا نعرف كيفيته، لكن نجريه على الظاهر كما نجري بقية الصفات. ولأن الأحاديث التي جاءت في النزول متواترة لا يمكن أن يتجاوزها أحد، متواترة كما جاء في الرؤية التواتر، فإنه جاء في النزول التواتر. وأما أهل البدع من الجهمية وغيرهم فهم يقولون نزل أمره، يقولون نزل أمره، يعني أمر الله هو الذي نزل، أو يقولون نزل ملك من الملائكة، وهذا خلاف الظاهر ولا دليل عليه البتة. ثم إن نهاية الحديث تدل على أن الذي يتكلم هو الله، الذي يقول هل من مستغفر فأغفر له هو الله، والملائكة لا تغفر، ولا يستطيع أن يقول ملك من الملائكة من يستغفرني فأغفر له، ما يستطيع أن يقول ذلك. فدل على أن هذا كلام الله وهو خطاب الله عز وجل. وهذا التواتر في أحاديث النزول ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النزول، فإن شيخ الإسلام كتب جزءا كاملا في شرح هذا الحديث، وهو مطبوع في لوحده ومطبوع في مجموع الفتاوى. وذكره أيضا ابن القيم في الصواعق المرسلة، نقل هذا التواتر. وذكره أيضا الذهبي في كتابه العلو، وقال وقد ألفت أحاديث النزول في جزء
وذلك متواتر أقطع به. وأنتم تعرفون قيمة الذهبي في الأحاديث، يقول: وقد ألفت أحاديث النزول، ألفت في جزء، أفردها بجزء، قال: وذلك متواتر أقطع به. وأيضا ذكر ذلك ابن خزيمة في كتابه التوحيد، قال الشيخ: وهذا النزول مثل سائر صفاته جل وعلا، ليس مثل نزول المخلوق، وإنما هو نزول الجبار جل جلاله كما يليق بجلاله، ولا نعلم كيفيته، وإنما نثبته كما جاء مؤمنين به، لا نتأوله ولا نعطله ولا نمثله بنزول المخلوق عن المخلوق، فهو نزول يليق بعظمة الله جل وعلا. قال: ولأنه حديث متواتر لا حيلة لهم فيه، يعني المعطلة أخذوا يشرقون ويغربون، يريدون التخلص منه، وهذا يدل على أنهم ترسخت عندهم قضايا فيحملون كل ما جاء في الأدلة على هذه القضايا، فقالوا: ينزل أمره. فيقال لهم الحديث فيه أنه يقول: من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. وهذا حديث متفق على صحته، رواه البخاري ومسلم. فهل الأمر يقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له؟ فهذا باطل، وإنما الذي يقول هذا هو الله سبحانه وتعالى. وقالوا: ينزل ربنا، يعني ينزل ملك من الملائكة. ويقال لهم: هل الملك يقول من يستغفرني، من يسألني، هل من تائب فأتوب عليه؟ هذا لا يمكن أن يصدر من مخلوقات الله عز وجل، فدل على أن قولهم بنزول أمره أو نزول ملك أنه قول باطل لا يصح. قال: وذكروا شبهة ثانية، وهي ما يتعلق بدوران الشمس حول الأرض. قالوا: كيف ينزل والليل يختلف باختلاف الأقطار، فالشمس تدور حول الأرض، ويكون نصف الأرض في نهار ونصفها الآخر في ليل، فيكون عندنا نهار وعند الآخرين ليل، والعكس. نقول: هذا لا ندخل فيه، لأن هذا من أمر الله، فالذي سخر الليل والنهار وجعلهما يتعاقبان هو الذي أخبر أنه ينزل سبحانه وتعالى، فنحن نثبت النزول ولا نتعرض للكيفية، ولا نقول كيف ينزل وثلث الليل يختلف باختلاف الأقاليم، بل نقول هذا إذا كان نزول المخلوق، أما نزول الخالق فهو ينزل كيف يشاء سبحانه وتعالى. وقالوا: النزول يلزم عليه الحركة والانتقال، فهل الله ينتقل من العرش إلى السماء الدنيا ويتحرك؟ نقول: هذا بحث عن الكيفية، ونحن نقول: ينزل كما يشاء، لا نعلم الكيفية، الله ينزل كيف يشاء، وهو على كل شيء قدير، وهو الذي خلق السماوات والأرض، فلا نخوض في هذا. فكل ما يرد من هذه الاعتراضات والشبه، الواجب على المسلم أن يحفظ لسانه وأن لا يخوض فيها البتة. ومراد الناظم بقوله: إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. قال: المراد بطبق الدنيا أي إلى الطبق الأدنى من السماوات، سماء الدنيا هذا طبق، الطبق الأدنى من السماوات، لأن السماء سبع طباق. قال تعالى: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، فهي طبقات بعضها فوق بعض، فينزل جل وعلا كيف يشاء إلى السماء الدنيا، يعني السماء التي تلي الأرض،
وهنا تعليق للشيخ وفقه الله نحتاجه جميعا. قال: ولهذا يستحب للمسلم أن يقوم آخر الليل حين يبقى ثلث الليل الآخر، وأن يكون مستيقظا يصلي ويدعو الله عز وجل ويستغفر، فإنه وقت قبول الدعاء، ولا ينام في هذا الوقت ويحرم نفسه كما يفعل كثير من المحرومين الذين يسهرون الليل، فإذا صار آخر الليل ناموا حتى عن صلاة الفجر الفريضة. هذا حرمان والعياذ بالله. فينبغي للمسلم أن ينام مبكرا ويعود، وأن يعود نفسه إنما الشيء بالاعتياد، لأجل أن يقوم آخر الليل. فإذا عود نفسه هذا تعودت، أما إذا عودها الكسل والنوم فإنه يثقل عليه حتى القيام لصلاة الفجر. فينبغي للمسلم ألا تفوته هذه الفرصة وهذا النداء الإلهي، وأن يكون حاضرا. والله جل وعلا يقول في وصف عباده المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال: والمستغفرين بالأسحار. فالاستغفار وقت السحر له مزية على غيره من الأوقات. قال الناظم: فتفرج أبواب السماء وتفتح، يعني تفتح أبواب الإجابة. فينبغي للمسلم أن يصحو في هذه الساعة وأن يستغفر ويتوب ويسأل، فإن أبواب الإجابة مفتوحة له، فهي فرصة عظيمة، إلى آخر ما ذكر الشيخ من نصيحة قيمة، وهي عندكم في الكتاب الموزع عليكم، أقترح أن تقرؤوها. وأقترح أيضا أن تحفظوا هذه الأبيات لأنها تذكركم بهذه المسائل المهمة. هذه المنظومة هي في 36 بيت، فأقترح عليكم أن تحفظوا هذه الأبيات. وأشار الناظم هنا قال: روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، يقصد الصحابة مع كثرتهم رووا موضوع النزول فحديثهم لا يرد. ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. فمن يكذب هؤلاء فلا شك في قبح فعله الذي قام به. وهؤلاء القوم هم الجهمية ومن سار على منهجهم، فأصل البلاء هم الجهمية والمعتزلة، وكل من جاء من بعدهم وسار على نهجهم فهم الذين فتحوا باب الضلالة والعياذ بالله. وكل من جاء بعدهم من أهل الضلال فهو تابع لهم، ويتحقق فيهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من ذلك ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فليحذر المسلم لئلا يكون من دعاة الضلال، فيعني يزيد الإثم عليه. وهذا كالذين قال عنهم الله عز وجل: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وننبه أيضا إلى أن كثير من بلدان العالم الإسلامي الآن مناهجها متأثرة بهذا المنهج الذي يأخذ من المعتزلة ويأخذ من الجهمية، ولا يعتمد على الكتاب والسنة. ولذلك يحتاج طلاب العلم، وأوصي الإخوة المعتمرين وغيرهم إذا رجعوا إلى بلادهم أن ينشروا عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الصحابة، عقيدة القرون الثلاثة المفضلة، ولا يتابعون ما يدرس في جامعاتهم
وهم يعرفون أن هذه مسالك بدعية خطيرة، وهذه أمور تتعلق بالتوحيد وبأسماء الله عز وجل وصفاته. ومن كلف بالتدريس فيما يتعلق بالكتب المنحرفة فعليه أن يتقي الله عز وجل، وألا يروج للباطل من أجل وظيفته أو نحو ذلك، بل عليه أن يتقي الله عز وجل ويعلم الناس العقيدة الصحيحة، لعل الله عز وجل أن يهدي على يديه من يشاء. لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ونكتفي في هذا المجلس بما سمعتم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.